السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، وجمعتكم مباركة، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاجل عروض أمريكية لصنعاء عبر وصداء، وإلى التفاصيل. كشف مسؤول في حكومة صنعاء عن تقديم أمريكا بين الحين والآخر عروضا عبر وصداء لإيقاف عملياتها المساندة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وقال نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع بحكومة صنعاء العميد عبد الله بن عامر في تدوينة له على إكس: تدرك الولايات المتحدة الأمريكية أن اليمن سيذهب في هذه المعركة إلى أبعد مما تتخيل أو تعتقد، ولهذا نجدها ما بين الحين والآخر تعرض عروضها عبر الوسطاء، مضيفا: ما إن تفشل حتى تحرك أدواتها وحتى تهدد مجددا بتحركات إضافية. ومضى بن عامر بالقول: وهكذا يستمر الموقف، فلا اليمن خضع ولا أمريكا توقفت، وهي معركة حتى النصر إن شاء الله. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.